الرياضيات ايش فيها؟ رياضيات مشاهدينا قد تكون معقدة ومملة وثقيلة بالنسبة لبعض الطلاب، لكن بالنسبة لآخرين هي أكثر ما يثير الرعب. نتائج دراسة جديدة أجرتها وكالة أبحاث السوق ون بول في بريطانيا على مجموعة من الطلاب وجدت أن ثلث البالغين يصابون بالقلق من مادة الرياضيات. بحسب النتائج يخاف واحد من كل 5 طلاب من الرياضيات بدرجة تفوق الإصابة بالأمراض حتى. اعترف آخرون أنهم لم يركزوا في دروس الرياضيات لأنها لا تساعد في الحياة العملية. وأخيراً 35% من المشاركين قالوا إنهم سيتجنبون تولي أي وظيفة لها علاقة بالحسابات. على فكرة أنت ذكرت قبل شوي بتقول إنه يعني كتير من المعلومات الحسابية أو الرياضية اللي تعلمناها ما بنستفيد منها. عمرك كنت تفكر بهذا الحكي وأنت كنت بالمدرسة بتدرس رياضيات؟ أنا ماني فاهم ليش قاعد أدرس الرياضيات. على كل حال لأنه أطفالنا بهلأ بهاي المرحلة عمالهم كتير بيسألوني هذا السؤال، إنه بنتي بتسألني طب أنا ليه عم بتعلم، أنا مش رح أستعمله. على كل حال مشاهدينا، عالم الرياضيات الإنجليزي جيمس جوزيف سيلفستر يقول إن الرياضيات هي موسيقى العقل. شو رأيك؟ طبيعي، عالم رياضية. أنت موسيقى مش فاهمها أصلاً يعني. ما نبيها أكيد. يمدح، ما راح يمدح بلاي ستيشن مثلاً، PS5 وغيره مثلاً كما. لكن تدرين إنه عدد من الدراسات تصنف القلق أو فوبيا الرياضيات هي ظاهرة عالمية طبعاً، وتكاد تكون وباء. معقول؟ يصيب ممكن الطلاب. يوصل الرعب لهذه الدرجة؟ طيب أنا يعني ممكن أتفهم في ناس ما بيحبوا الرياضيات، بس ليش رح يخافوا من الرياضيات ويصيبهم الهلع هذا إلى هذا الحد؟ في ناس تعتقد بأنه يعني يرجع إلى الخوف والإحراج أمام الآخرين. يعني واحد يسألك أوكي 8 × 7 = 56، بس 9 × 4 ما أدري. والله أنا نسيت جدول الضرب بصراحة. طيب يعني هذا الإحراج أمام الآخرين، هذه مادة قد يعتبرها البعض مرتبطة بالذكاء الخارق، بالتالي الفشل في حل المسائل يضعك في موقف محرج، أو أنه هذا شخص قليل الفهم أو غبي، ولكن ذلك يعني بالتجارب غير صحيح. صح. على كل حال هو في نوع من أنواع الارتباط يعادل ما بين على ما يبدو المسائل الرياضية وقدرتنا على حلها وما بين الآي كيو، على هيك الربط ما بين الذكاء والرياضيات. بس في أنواع كتير من الذكاء، في ذكاء في المواد الأدبية، ذكاء أدبي، ذكاء عاطفي. في هذا اللي ما فهم يعني ما فهمت الأسر في الآونة الأخيرة من إنه ابنك قد يتميز في مادة معينة، لكنه ليس بالضرورة أن يكون أي ستودنت أو طفل ممتاز في كل المواد. طبعاً فبالتالي إنه يكون لا تظلمه بأنه تركز أنه يأتي بالعلامة الكاملة، ليس صحيحاً. طبعاً، وكل طفل أو كل شخص عنده قدرات لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير الإخبارية، لا تنسوا الاشتراك في قناتنا على يوتيوب، الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات.